هنا في شو عم تعملي؟ بايوز لايف 2. ليه؟ ليه البايوز لايف؟ بايوز لايف 2 لانه ساعد منزل 37 كيلو لهلا، ومثل ما انك شايفه نحن قاعدين قدام بوفيه اوفرت، بقدر اكل يلي بدي منه. بدي اتاكد اني سمعت الرقم صح، كم كيلو؟ 37 كيلو. ما شاء الله، بقديش المده؟ لا المده انا عندي حاله صحيه خاصه كانت سنه ونص، بس لاني انا اخذت كورتيزون 12 سنه. يعني مع الكورتيزون ما شاء الله نزلت 37 كيلو. اي انسان بياخذ كورتيزون مهما عمل ريجيم ما ممكن ينزل اكثر من نص كيلو بالشهر. انا اخر 8 اسابيع اخر 3 اسابيع نازله 8 كيلو. ما شاء الله، يعني خلاص مقاومه الانسولين تخلصت منها وصرت عم بنزل بشكل ما شاء الله. علما بانه يا حزرك قد ايه عمري؟ أبي عمري 58. ما شاء الله تبارك الله، مش مبين عليك. لا مش بس هيك، انه 58 عادة ما بيقدر ينزل هيك نزول، صح؟ ما بيقدر ينزل بهذا الوزن، وبيكون محمى عن الاكل، بيكون ياكل يعني مخططات من الاكل صراحة. 58 لما بده ينزل 37 كيلو ما بيضل وشه هيك، صح؟ ما شاء الله عليك، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. طيب خلص بلاش ناخرك على الوجبه تاعي، خليني اخذ البايوز اول. البايوز اولا ثم ساعه من الطعام كما تشاء. صحه والف هنا. يرضى عليك. العافيه.